مع الحب ضمير الأمة مسلم البراك. كلمة المتابعين أحمد سيار. يعني أقول حنا اليوم في عرس عباس الشعبي استذكرنا أمرين. الأمر الأول هو تأكيد الوحدة الوطنية اللي نعتقد أن الكويت بحاجة لها برقم كل ما قامت به هذه الحكومة وحكومات سابقة ومتنفذين أن يخلق الشقاق بين فئات المجتمع. ها هو عرس عباس الشعبي جاء ليؤكد تمسكنا بالوحدة الوطنية. والأمر الآخر واضح أنها بداية للحراك لخلق هذا الزخم، وكانت كلمات وشيلات الأخ أحمد سيار لها وقع طيب في النفوس، واستذكرنا بحنين كبير جدا في الصدور وفي القلوب تلك الأيام التي كان الحراك في أوجه. وبإذن الله أقول لكل أبناء الشعب الكويتي، طال الزمن أو قصر، أن الحكومة المنتخبة قادمة، يرونها بعيدة ونراها قريبة بإذن الله بإذن الله. وأقول مرة أخرى أن الأمر نعتقد أننا بحاجة له أن تكون هناك انتفاضة شعبية ضد الفساد وضد المفسدين، ضد الذين يريدون أن يسرقوا الحلم والأمل من عيون الأطفال، ضد الذين يحاولون أن يستولوا على مقدرات الأمة وعلى أموالها، ضد هذا التحالف المشبوه بين السلطة ورأس المال. بالتالي نحن بإذن الله، والحراك بإذن الله قادم وسيأتي أقوى مما كان، وما ترونه اليوم هو زخم في صدور الناس من محبي وأبناء الحراك المخلصين، خصوصا أن دعوة عباس الشعبي كانت دعوة ما أعتقد أنها حصلت في الوطن العربي، أن يوجه دعوة ويعتذر عن استقبال رئيس الحكومة والقبيضة والحكومة الوزراء والقبيضة والراشي والمرتشي والمتعوس وخايب الرجا وكوبان. أنا أعتقد ما بعد هذه الدعوة دعوة. فبالتالي اللي جم هم فعلا الأبناء الحقيقيين للحراك، أحرار الأمة، اللي بإذن الله على إيدهم سنستعيد ما تم اقتصابه من إرادة الأمة ودستورها وأمالها. بالتالي نؤكد مرة أخرى أن الحراك قادم، أن استعادة مقدرات الأمة، وترى القضية، وأقولها للناس مرة أخرى وفي كل موقع، القضية تراها ما هي قضية انتخابات، لا، ترى كرسي مجلس الأمة اللي قعدوا عليه هؤلاء اللي موجودين الآن، أقسم بالله ككرسي ما يسوى عندنا فصل بصلاة، ولكن قيمة هذا الكرسي هو بإرادتكم بعد الله وثقتكم القالية اللي نعتز فيها لمواجهة الفساد، المتنفذين، أعداء الأمة، أعداء الحرية، أعداء الدستور، أعداء الإرادة، أعداء العزة. نقول لهم بإذن الله قادمون وبكل قوة إن شاء الله. أدعس عليك يا محمود. كلمة للحب الأولي والأخير مسلم البراك. قول المتابعين كلمة. يعني سعداء معاكم محسن أخ أحمد سيار، ونعتقد اليوم أنك الحقيقة أثريت هذا العرس أخونا العزيز عباس الشعبي ولد حمزة، واللي التقوا كل الأحبة، كل الأخوان، كل أبناء الحراك، البعض منهم ما شفناهم الحقيقة ولا شافونا من فترة. كان هذا العرس هو فرصة مباركة وطيبة للقائنا. قدم لك الشكر المبارك ومحسن، هذا الأمر لا نستقبل عليك أبعد. ودعس معاديك يا أبو حمود. أبشر والله يا أبو سيار.